أجرت روسيا والجزائر محادثات مشتركة بشأن إنشاء مكتب تمثيلي لموسكو بالعاصمة الجزائرية. هذا وأشارت وكالة التعاون الخارجي الروسية أشارت إلى اهتمامها بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مكتب تمثيلي بالجزائر لتنفيذ بنود الإعلان المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية، والذي وقع عليه زعيما البلدين خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا في شهر يونيو الماضي. لمزيد إذن من المتابعة ينضم إلي الآن من الجزائر دكتور علي ربيج أستاذ العلوم السياسية. دكتور، في البداية أرحب بك، ما هو حجم ربما تطلع الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس، وما هي توقعاتك ربما لإمكانية تحقيق ذلك؟ صباح الخير سيدتي، شكرا على الدعوة. في الحقيقة هذه فرصة بالنسبة للجزائر بأن تكون ممثلة من قبل وزير المالية لرئيس الجمهورية لعضوية البريكس، وقد تقدمت الجزائر مع 20 دولة أخرى، ربما جمهورية مصر هي واحدة من الدول كذلك التي طلبت الانضمام إلى منظمة البريكس، على اعتبار أن هذه المنظمة اليوم أصبحت واحدة من الفواعل الأساسيين في النظام الدولي الاقتصادي، لأنها دكتور علي لأنها تضم نعم. واحدة من اقتصاديات الدول الأكثر نموا والأكثر تأثيرا، ولهذا أنا نظن هي فرصة بأن تكون دول عربية عضو في هذا التجمع إلى جانب التجمعات الاقتصادية الأخرى مثل مجموعة السبعة والثمانية ومجموعة العشرين. ولكن خلينا نقول بأنه اليوم الجزائر مهتمة أكثر بهذه المنظمة لأنها واحدة من المنظمات التي ربما تعتمد على نظام الشفافية والابتعاد عن الضغوطات السياسية وكذلك العدالة في تسيير الشأن الاقتصادي الدولي. اليوم نتجه إلى تعدد الأقطاب، بل أكثر من ذلك عندما نستمع إلى وزير خارجية روسيا لافروف البارحة يقول بأنه سيتم مناقشة في هذا الملتقى للخامس عشر لقادة دول بريكس مسألة سلة العملات الدولية، بمعنى أنه اليوم أصبح الحديث على مزاحمة ومنافسة الدولار من قبل هذه العملات، وهذا التغير سيكون لو يحدث سيكون تغيير وتغير تاريخي في مسار تطور الاقتصاد الدولي والنظام الدولي الجديد، لأننا للأسف الشديد عشنا مراحل سابقة كان فيه سيطرة واضحة للدولار الأمريكي وكذلك مقاربة أحادية تعتمد على استغلال ثروات الدول الضعيفة والدول الإفريقية والدول العربية، كانت للأسف الشديد تخدم هذه الاقتصاديات الدولية. لهذا أنا نظن الاهتمام العربي والإفريقي بهذه المنظمة يخلينا نشعر بأن اليوم روسيا والصين يمكن أنها تغير من معادلات النظام الدولي الاقتصادي على الأقل في هذه اللحظة، وإن كنا نعرف بأن روسيا والصين بالحديث عن بالحديث عن روسيا والصين دكتور علي، إذا ما تحدثنا عن ربما العلاقات الجزائرية الروسية، ما هو تعليقك ربما على الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا تجاه كل من روسيا والصين والتعامل مع هذين الدولتين في ظل كل ما يحدث في العالم؟ أكيد أكيد، يعني ليس من السهل بما كان أنه دولة ما يعني تحافظ على الحياد في هذه التطورات الخطيرة، لأنه اليوم مسألة التموقع والتمترس بين الشرق والغرب صعب على أي دولة أنها تقف على مسافة واحدة بين كل هذه الأطراف المتصارعة، ولكن الجزائر ودول عربية أخرى مما هي وإفريقية وأسيوية اللي هي منضوية تحت لواء حركة عدم الانحياز تحاول أنها لا تتدخل بشكل مباشر في هذه الصراعات ما بين الشرق والغرب، ولكن هذا لا يمنع بأننا نبني علاقات ونوطد علاقات مع دول يمكن أنها تؤثر في المشهد الدولي مستقبلا. روسيا والصين واحدة من هذه الدول، ولهذا أنا أتوقع أنه الحديث على إنشاء لجنة أو لجنة دائمة في الجزائر من قبل روسيا هذا تطور مهم جدا في تاريخ العلاقات الجزائرية الروسية، لأن روسيا اليوم تعتمد على مقاربة توسيع استراتيجيتها وتعاونها مع دول شمال إفريقيا، ونتوقع أنه ستكون دولتين مرشحتين بلعب دور أساسي وفعال في هذه المنطقة،
أقصد بالذات أقصد مصر والجزائر في شمال إفريقيا، لأن هاتين الدولتين تملك كل عناصر الإقلاع والقوة الاقتصادية والكادر البشري اللي يخليها تربط علاقات قوية واستراتيجية وعميقة مع دول بريكس وبالتحديد مع روسيا والصين. من الجزائر دكتور علي ربيق أستاذ العلوم السياسية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة من الجزائر.